السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا دايما بخير. كل عام وحضراتكم بخير. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 20/6/2023 فضلا منكم وتكرم، أتمنى تدعم القناة قناتي أنا وحياتي باشتراك ولايك. سعر الدولار والعملات في البنوك، أولا سجل الدولار في البنوك 30.90 جنيه بانخفاض 5 قروش عن امبارح. الريال السعودي 8.24 جنيه. سجل الدرهم الإماراتي 8.41 جنيه. الدينار الكويتي سجل 100.63 جنيه، في ثبات في سعر الدينار. الأردني 43.57 جنيه. الريال القطري 8.49 جنيه. جنيه استرليني 39.40 جنيه. اليورو سجل اليوم في البنوك 33.73 جنيه. سعر الدولار في السوق السوداء ارتفاع هائل، ارتفاع كارثي، يعني الشراء سجل 40.10 جنيه والبيع سجل 41.05 جنيه، يعني كسر 41 جنيه في السوق السوداء. دايما وجودكم في قناتي شرف كبير ليا. السلام عليكم.